يبدأ أيها الأصدقاء بالجيب الصغير للسروال. للعديد من القرون كانت ساعات الجيب هي المستخدمة، وكانت هذه الساعات يتم تعليقها باستخدام سلسلة، وبالتالي فقد كان الغرض من هذا الجيب الصغير هو الاحتفاظ بهذه الساعة. على الرغم من أن هذه الساعة لم تعد مستخدمة الآن، إلا أن هذا الجيب لا يزال موجوداً، وأحياناً ما يكون نافعاً.